أين أدفع الحساب؟ احسب هذا أيضا. يبدو أن هناك خطأ في الحساب. غلف هدايا من فضلك. أرجو توصيل هذا إلى فندق ريجنسي. قيمة جميع المشتريات 20 دينارا. هل أستطيع دفع الحساب ببطاقة الائتمان؟ بالتقسيط أو دفعة واحدة؟ دفعة واحدة. من فضلك، وقع هنا. حسناً. أين أدفع الحساب؟ أين مكان المحاسبة؟ أين أدفع الحساب؟ تستطيع أن تحاسب هناك. هل السعر شامل الضريبة؟ هل يمكن استخدام بطاقة الائتمان هذه؟ التقسيط بدون فائدة على كم شهرًا؟ احسب هذا أيضًا. هل تقبلون الشيكات السياحية؟ أعطني الفاتورة لو سمحت. قيمة جميع المشتريات 20 ديناراً. هل أستطيع دفع الحساب ببطاقة الائتمان؟ بالتقسيط أو دفعة واحدة؟ دفعة واحدة. من فضلك، وقع هنا. حسناً. هذه القيمة غير صحيحة. المجموع خطأ. قيمة المشتريات عالية جدا. لم أشتري حذاء. الباقي ناقص. المبلغ غير صحيح. من فضلك تأكد من الحساب مرة أخرى. يبدو أن هناك خطأ في الحساب. ألم تشتري قميصاً؟ لا، لم أشتري. أنا آسف، لقد أخطأت في الحساب. غلف الأغراض من فضلك. غلف هدايا من فضلك. غلف كل شيء على حدة. أعطني كيساً من فضلك. هل تريد كيساً بلاستيكياً أم كيساً ورقياً؟ أعطني كيساً ورقياً من فضلك. هل توصلها إلى البيت؟ أريد أن أستلم الأغراض يوم السبت. اتصل بي مرة أخرى يوم التوصيل لو سمحت. أرجو توصيل هذا إلى فندق ريجنسي. متى سوف تقوم بتوصيل الأغراض؟ في ذلك اليوم لا يوجد أحد في البيت. يجب أن أستلم تلك الأغراض حتى الأسبوع القادم. هل خدمة التوصيل متوفرة؟ نعم، متوفرة. متى تقريبا يمكن أن أستلم البضائع؟ حتى بعد غد.